ده كده احدى المطاعم والمقاهي، مقهى بلكون بالكون، في طريقنا لجبل جروبو. احنا كده من داخل احدى المقاهي، مقهى البلكون البالكو، او بينا لك هو ميليليا والمغرب. ده احنا كده من داخل مطعم فوق على جبل، يعني جنب جبل جروجو، مطعم بقى الطراز الاسباني. عليكم حبايب، اخباركم ايه؟ دلوقتي احنا في جبل جروبو في الناظور، فيها غابات ومناظر رائعة. خدكم كده في جولة بقى من على الجبل، وكان في مطعم تحت مطلع الجبل طريق فرخانة، صورت لكم مطعم اسباني كده على الطريقة الاسبانية، مطعم على الطريقة الاسبانية.
زي ما احنا كده طالعين على جبل كروكو، بقالنا كتير طالعين، مش عارف تقريبا ارتفاعه 2000، انا ما شفتهاش ما قريتهاش، بس تقريبا مش اقل من 2000 متر فوق سطح البحر. سمعنا قد ايه الاصوات الحشرات. ده نوع حشرة كده اللي بيطلع الصوت، الصفافير ده. في ابقار تحت اهي. طبعا بقى الواحد في مرة بيجيب الدرون بقى نجيب المنظر ده كله كده، سلسلة الجبال دي جبال كروكو. يلا بينا. احنا هنا كده على احد المنصات على المرتفع، مع ان لسه ما طلعناش للقمة، قمة الجبل فوق اهو. بس برضه دي منطقة عالية، تعتبر من اعلى القمم في جبال جروجو. في مسجد هناك تحت اهو كده. الشمس عمودية، في شوية شبورة، فالصورة مش واضحة تماما، مش واضحة بالكامل يعني. يلا بينا. وده كده كان بركان، بس بركان خامد يعني ميت قديم. اللي كيقولوا يعني اللي يقال الهضرة دي ما تديش عليها 100%. اه. عشان يقول واحد حاجة اللي كاينة. اوكي. دلوقتي احنا هنا في وسط الجبل، هننزل هنروح على في عين معروفة هنا، عاملها واحد من المحسنين يعني سبيل، هو حفر بير وعامل مياه صالحة للشرب. تعالوا ننزل نجرب نشرب منها. يلا بينا. كده زي ما انتم شايفين يا جماعة وصلنا العين، ورايا هي الناس بتملى منها، بس ما صورتش هناك عشان خاطر الناس واقفة يعني الخصوصية. ادي المياه اهي مليناها طبيعية من البير. المياه معدنية زي المياه المعدنية بالظبط. هنا يا جماعة في جبل كروكو او جروجو في الناظور، مياه معدنية طبيعية سبحان الله. يقال ان المياه دي بعد ما بتشربها بيجيك الجوع، يعني بتجوع بعدها والعطش. ربنا يستر بقى احنا في الحر ده. دي يا جماعة اللي انتوا شايفينها كده، دي منطقة زغنغن. اللي هو طبعا الاقليم الناظور. هناك كده الناظور دي اللي هناك، ودي زغنغن اهي. في ملعب الكرة اللي تحت ده. دي جبال اسمها جبال ايه يا استاذ كريم؟ اوكسان. اوكسان؟ جبال اوكسان، جبال الريف. اه جبال الريف اللي من الناظور. وفي هنا ده كده المنطقة اللي احنا فيها، ده منتجع سياحي، منتجع سياحي مطعم، بس دلوقتي خاوي يعني يعمل في اوقات البرد. دلوقتي الجو حر ولا العشية. في هنا هناك دي كده منازل للقراء، وفيها الخيل ايه؟ دي بانجر زي كوخ. بانجر اللي هو زي كوخ يعني. وفي هناك الخيل، شفنا الخيل. كده بقى احنا وصلنا لنهاية حلقتنا في جبال جروجو والمنطقة المحيطة بيها. يا رب تكون الحلقة عجبتكم.
والناظور بصراحة عجبتني، طلعت أحلى مما أتخيل. شكرا لكم على المتابعة، وشكرا لكم صاحب كريم على الجولات الجميلة دي. استنونا في حلقة تانية برضو في الناظور، غالبا هروح السوق، هتبقى آخر حلقة، عايز أروح أشوف المنتجات اللي بتيجي من ميلاليا بقى لو لقيناها يعني، عشان دلوقتي الحدود حبسة. حبايبي، مساء الفل عليكم.